السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. غادي نديرو واحد الدرس ديال كيفية الامتحان. كيفية الامتحان كتبدا الطوموبيل من هنا وغادي نمشيو للستاسيونمون. الستاسيونمون ما بين جوج حديدات، هاد جوج حديدات كنمشي ديما الحديدة الثانية وكناخد العبار ديالي رقم واحد، انا هو هذاك اللي في الباب اللي في اللور. كناخذ هذاك العبار وكندير ندور الفولوم كامل اللي من تسنى، حيت معطل شي شويه دابا السيد باقي ما شدش العبار. دابا ها هو شدو، ها هو دور الفولوم اللي من وغادي يشوف العبار الثاني. العبار الثاني كتشوفوا واحد العلامه السياره، هي هذه الصفراء اللي كتبان لكم، كتجي مع التروطوار. من اين فوا كتجي مع التروطوار كيفراني وكيدور الفولو عكس الجهه الاخرى، من كيدور اليسر كيدخل باش انه يدخل ما بين هاد جوج سيارات او جوج حديدات بحال هاد الشكل هذا. شتي كيدخل، هي كيفيه عمليه ستاسيون. من كنجي للتروطوار كنلقاه قاد الطوموبيل ديالك، من بعد كيدير دوميتوغ على الشكل التالي، كيخرج حتى لهداك البانو خط وكيوقف كيدور الفون كامل اليمين، كيدير مارش اريير ويرجع تال عند التروطوار اللور، تال عند التروطوار رجعت عن التروطوار وكيدور الفونو. من كيرجع عن التروطوار كيدور الفونو على اليسر وكيتم جاي هادي دميتور تيفوت هاد البانو تاني وكيدخل علي شي وكيمشي باش يدير مارش اريير. هانتوما على هاد الشكل هذا كاينين هاد لي بانو هادو كيدخل بيناتهم وكيدير عملية الرجوع للخلف كما كتشوفو دابا في الشريات وكيرجع نيشان اون لين دوات هالماك. كما كتشوفو دابا عملية المارش اريير على الشكل هذا. من ما كيدير مارش اريير كيدير السينيال على اليسار و كيخرج لا لين غوش. من كيدير لا لين غوش تمام بحال الشكل هذا غادي باش غادي يدخل للكراج هكذا. هذا هو الكراج اللي عنده بانوات صفرين. من كيشد العبار ديالو شي بحال هذا الشكل كيدور الفونو اليمين ويدير السينيال اليمين وكيتم جاي باش غادي يدخل. شي من كيدخل الكراج هاد العمليه اللي كيوقف وسط الكراج قط الطوموبيل كيوقف شي وكيقاد الرويد يدير دوره ونص وكيدخل. دابا تمت عملية الكراج بنجاح، غادي يرجع يدير مارش اريير وغادي يرجع. من غادي يرجع في الباب ديال الكراج غيوقف غادي يدور رويد كلشي لليسر. هاد العملية كما كتشوفو غادي يرجع حتى يبعد من هنا، شي بعد من هاد البانو هذا من هاد الحديده كيدور الفونو كامل لا لا اليمين. ودابا راه تمت، دابا هذا هو الامتحان وكيوقف هنا وقف